مشاهدي قناة شوف تي في، عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. اليوم لي الشرف أنني ندير جلسة مع الفنان الكبير سعيد الخريبكي. فعلا كبير، كبير بإنسانيته، كبير بالفن دياله. فوالله في هذه الظرفية، هذه في الظرفية الصعبة، كان حاضر وكان مثال للفنان، الفنان المواطن. فدائما كان حاضر في أي حالة اجتماعية دوزناها عبر قناة شوف تي في بمدينة خريبكة، كان دائما سباق لفعل الخير، دائما مفرح هذيك الأسرة. يعني شي حاجة اكتشفناها في هذا الفنان ما شاء الله. مرحبا بك سي سعيد، مرحبا بك اليوم. الله يخليك، الله يكبر بك. شكرا اخت ناديه، وتحيه ليك وتحيه للقناه شوف تي في اللي لحتنا هذه الفرصه باش على هذا الكلام الجميل اللي قلتي في حق سعيد خريبكي. الحمد لله هذا الشيء راه مهم بالنسبه لي انا، وتنقدم التحيه للمغاربه كاملين من طنجه للقويره. تنقول لكم عيد مبارك سعيد، يدخل لكم الصحه والسلامه باش ما تمنيتوا حياتكم انتم والعائله ديالكم وليداتكم. والحمد لله رمضان راه داز انا بدا كاين هذا رمضان، داز من احسن رمضان رمضان اللي دازوا عندي زوينين. بالفرحه اللي دخلنا الناس، الاسر المعوزه اللي كاينه في مدينه خريبكة. انا كابن مدينه خريبكة زيد في البيوت، الوالد عندي كان خدام في لوسيبي وزيد في ولد فوسفات. والحمد لله هو انا خريبكة، راه ولد خريبكة اصيلي، وكنعرف الناس ديال خريبكة الله عمرها دار، والناس ديال الكرام، وكاع المغرب، كاع المغاربه تبارك الله ديال الكرام. واللي عجبني في رمضان هي هاد الناس اللي كانوا مساكن، اللي كانوا محتاجين وما عندهمش، وجات هاد الفرصه ديال شوف تي في اللي بيناتنا بزاف ديال الناس اللي ما كنعرفهمش. انا حقيقه كنمشي عند الناس بلا هاد الوباء، كنمشي عند الناس ديما، كنمشي عندهم. هادي جاي واحد 20 سنه وما يزيد عليها، كنمشي عند الناس، كنمشي نطلع عليهم في سبيل الله. وداك الشيء كلشي ديال الله، حنا ما ديالنا حتى حاجه. كيكون واحد القسم من جهه العمل ديالي، ملي كنكون خدام ضروري كنحيد واحد القسم ديال الصدقه كنخليه للناس اللي محتاجين. والحمد لله وهذه البادره عطاها لنا الله، وفرحان بها، انا فرحان بها معنى الكلمه. وكنقول لكم رمضان مبارك سعيد. كيما هذا رمضان الحمد لله راه داز مزيان. كتفيق في الصباح، كتصلي الفجر وتفيق مع ديك العشرة، كف طوموبيلتي كنهز الوريقة ديالي، داكشي اللي قالت لنا السلطة كنديروه، نهز الوريقة ديالي اللي خديت مع المقدم، كنهز لاكارت ناسيونال، كنمشي نتقدى شي حاجة اللي خاصاني وكنرجع في حياتي، ما كنخرجش. الحمد لله هذا رمضان داز كلشي بخير الحمد لله. كنصليو فيه صلاة الفجر، ملي كنفيقوا من العاس مع ديك العشرة نهز الطوموبيل ديالي، كنمشي نتقدى داكشي اللي محتاجين الدار، وكنحترم القوانين ديال السلطه اللي داير الدوله واللي داير جلاله الملك الله ينصرو، وكنحترم القوانين ديالهم. كنجي لداري كنريح، وملي كنخرج كنتقدى الحاجيات ديالي، وكنشوف الناس ثاني اللي محتاجين ضروري. راه ضروري الناس، ملي كنشوف القناه ديال شوف تي في كتمشي عند الناس، حتى الا ما شفتهمش في المباشر ربما كنكون عندي شي حاجه اللي كنتلاها فيها. الغد ملي كنخدم التليفون كنشوف داك الشيء، كنمشي انا نتقدم مع دوك الناس باش ما عطى الله كنمشي عندهم. المهم تتفرحهم باي حاجه، خاص تفرحهم كيما كيمشيو عندهم الناس، خاصك تفرحهم. علاش؟ هذا الشيء راه مهم، حيت اش غادي نقول لك، راه لا اله الا الله يكون، راه كاين اللي مسكين ما عندوش وما يقدرش يمد يده، راه ما لا اله الا الله، راه كاين اللي عنده 4 وليدات 5 وليدات ما يقدرش يمد يده. ولا الحمد لله تحت الفرصه ديال شوف تي في اللي كتبين للناس اللي ما عندهمش ما يقدروش يمدوا يديهم، حنا كنمشيو عندهم، حنا كنمدوا لهم الايد ديالنا حنايا. علاش؟ حيت حنا راه حنا كبرنا في الفقر، باقيين فقراء الحمد لله، ما عندناش ما خاصناش. حنا كبرنا في الفقر، وكبرنا ملي كنا صغار كان ما عندناش، وكنا حتى حنا محاكين، وكانوا كيتهلاو فينا الناس، وبقى ديك البادره عندنا في العقليه ديالنا. كيما كانوا كيتهلاو فينا الناس، حنا كبرنا خاصنا حنا نتهلاو في الناس. والحمد لله وربي مغلبنا على هاد الحوايج، ربي ديما جايب لنا الرزق باش كنكونوا مع الناس. والله العظيم انا الى فرحان بهاد البادره، هاد البادره الطيبه. وشت انا كاينين شي ناس مساكن اللي كارين ومقواش عنده باش يخلصوا الكره، وكاين اللي في قلبه الرحمه كيسمح ليهم، وكاين شي وحدين لا اله الا الله ما يمكنش لك. راه 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 فهاد 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 هاد هاد الوباء، هاد الازمه هادي، عرفتي راه واحد الا سمحتي لي بالكره، عرفتي راه واحد ربي راه غادي يجازيك واحد الجزاء اللي ما عمرك ما شفتيه في حياتك.
راه ما يمكنش كيفاش كتغض واحد تخلص ديال الكره ولا غتخرج ديال مداري. فين غيخرج هذاك السيد؟ فين غيخرج؟ فين غادي يمشي؟ عنده ربعه الاولاد خمسه الاولاد نود تخرج وراه ما يمكنش لي انا. يا ربي تسمح لي خاصني نقول الكلمه. انا عندي انا كاري الدار ديال التحتانيه. من يبدا هذا الوباء جا عندي السيد جاب لي الخلاص ديال الكره. قلت لي ديال اش هذا؟ قلت لي لا ما شدوش من عندك، ما يمكنش يشد بعد الكره. سير الله يسهل لك هذه الكره، سير في الاول ديال رمضان، باقي ما دخلش رمضان، قلت لي سير هذه الفلوس ديال الكره تقدى بهم داك الشيء اللي محتاج للرمضان كامل. وهذا الشهر الجاي تا هو ما جيبش لي، والشهر الاخر ما جيبش لي، تتكمل كورونا ما تجيبش لي حتى شي حاجه، حيت ما عندوش باش غادي يخلص الكره ديالو. لو شديت من عنده راه ما يمكنش ليا، واخا نشدو من عنده ما غادي يبقاو عندي، غيضرني قلبي غيضرني خاطري بزاف. وكنطلب من الناس اللي كاري الناس اللي ما عندهمش يرافقوا بهم شويه، راه رفقتي من ربي غادي يرفق بك. والحمد لله، وديما كنقول لكم عيد مبارك سعيد، يدخل لكم بالصحه والسلامه على المغاربه كاملين من طنجه للقويره. والعيد راه كيما ديما، راه تعيد في دارك وتبع داكشي اللي كان اللي دارت الدوله واللي دارت السلطه عادي. وليداتك لبسهم حوايجات ديال العيد، ولبس حتى الحوايج ديال العيد، وصلي في دارك. داكشي اللي غيتصلي اللي ما كيعرفش، راه المهم راه يسول، راه كاينين العلماء، كاين الطلبه اللي الفقيه اللي ندوي معاه في التليفون نقول له اودي كيفاش نصلي صلاه العيد، راه غادي يقول لك كيفاش التكبير وكيفاش داكشي اللي كتصلي في المصلاه. لا تصلي حتى في دارك، راه انا تصنت اليوم العلماء اللي دعوا على العيد داكشي اللي قالوا غادي نطبقوه. والانسان من الاحسن يعيد في داره، واللي بغى يبارك لشي واحد العيد في العائله ديالو، خوه ولا خواله ولا عمامه ولا العائله كامله، بار تليفون، هز تليفون، الو فلان عيد مبارك سعيد، عاديه ما كاينش الانسان يخرج يبقى يتعانق وسميتو راه الوباء. ما يمكنش الانسان يخرج يمشي يسلم على هذا ويسلم على هذا، راه غادي يقدر غيتقدر يتعادل بزاف ديال الناس، وهذا الشيء ما خاصوش يكون. ديما نقول الحجر الصحي، راه الحمد لله راه المغرب راه غادي في واحد، غادي في داك الشيء ديال الحجر الصحي، راه غادي مزيان، راه الحمد لله داك الشيء اللي قالتنا الدوله طبقناه، واللي قالنا جلاله الملك الله ينصرو طبقناه. راه شوف راه مخسره واحد الحاجه، راه المغرب راه شحال ديال الدول، والله العظيم شحال ديال الدول اللي ايدت الملك ديالنا، وايدت السلطه ديال المغرب على هذا الشيء اللي قاموا به مع الشعب. عرفتي شنو هو الاقتصاد ديال المغرب اللي سيدنا سمح في الاقتصاد ديال المغرب على الشعب ديالو، باش الشعب يعيش بخير وباش الشعب ما يتاذاش. والحمد لله، راه الحمد لله. ودوك الناس اللي ماتوا نطلبوني من الرحمه والمغفره، الله يرحمهم، هذاك الشيء هذا قدر الله، هذاك الاجل ديالهم. وكما قلنا العيد الانسان يعيد في داره ووليداته، كما القاعده كما دازت اعياد الفطر، حتى هذا العيد تو راه القضيه ساهله، الانسان يعيد مع وليداته وينوض الصباح يصلي صلاه العيد ويريح مع وليداته، يحيي سنة الرحم مع وليداته، ويعيط للناس اللي كيعرف يبارك لهم العيد، وعاديه. والانسان ما يخرج متى حاجه وكل شيء غيدوز الحمد لله. تبارك الله عليكم، راه شغنقول نقول لكم، راه الحمد لله الحجر الصحي والله العظيم اللي دار فينا واحد الخير كثير. اول حاجه بنادم انسان بنادم وليتي كتغسل وجهك ولا يدك ولا عشرات المرات في النهار، راه كان اللي كيغسل مع 10 مرات في النهار. هذه راه بادره طيبه والله العظيم بالله. واخا تنطلبوا ربي الله يرفع يحيدنا الوباء، ولكن راه عطانا درس الحمد لله. بنادم عرف كيفاش، ربما نطلبوا ربي يحيد الوباء، ولكن الناس يبقوا في هذا الشيء اللي غاديين به، راه امتحان هذا عطانا الله. انسان يبقى غادي في هذا الشيء، من يدخل المحل ودائما النظافه من الايمان. قد ما تنقيتي وسميتو تنقي ولادك كتبقى ديما صحيح. وتنقول لكم تبارك الله عليكم وعيد مبارك سعيد، وتحيه لشوف تي في اللي لاحتنا هذه الفرصه. والحمد لله ومازال حنا معاكم ان شاء الله. داكشي باش سخنا الله، راه حنا مع الناس اللي محتاجين، راه ما ندوزوكمش وديما معاكم، كي انا كي سعيد خريبكي كي واحد اخر، وتنطلبوا ربي الله يكمل على الجميع. وبالنسبه للجديد ديال سعيد خريبكي، كان عندي الجديد دوكا مسجل شي حاجه ديال الجديد ديالي، وكنت غادي حيت الناس كانوا كيتصلوا بيا قبل ما تكون كورونا، في الجديد سعيد، في الجديد كنقول لهم راه قريب، راني راه قعدت لحق الوقيته ديالو باش نخرجوا، راه غادي نلوحوا ان شاء الله. ولكن ما تحشي الفرصه مع جات كورونا، ما يمكنش نخرج الجديد حيت كاينه الازمه دوك، الناس كتموت والناس كتمرض، وما يمكنش الناس كتموت وتتلوح الجديد ديالك، ما يمكنش ليا. وكنوعدكم ان شاء الله يحيد هذا الوباء، راه كاين الجديد، داكشي اللي كتبغيو دير سعيد الخريبكي، وما احسن
غادي يكون ان شاء الله، ونتمنوا الصحة والسلامة والعافية لكاع المغاربة، وتبارك الله عليكم.